هذا وفي ظل الجدل الذي أحدثته التصريحات الأخيرة للمترشح إيمانويل ماكرون بخصوص ملف الذاكرة، أكد أحمد يحيى بأن تصريحات إيمانويل ماكرون تندرج ضمن حملته الانتخابية للرئاسية الفرنسية الربيع القادم. احنا الى حد الان كاين واحد اللي راح يترشح، هو الزيتوني الطيب، كتبتوها كش ما عندك شي سر في هذا الوقت مع شفافيه الاعلام، ما عندنا حتى مانع. على المره الاولى اللي يترشحوا الوزراء، كل انتخابات تشريعيه في عهد التعدديه منذ 97، وتقريب نصف الحكومه يترشح في مختلف العائلات. التجمع الوطني الديمقراطي بطبيعه الحال ما ننسلخش على موقف شعبنا اللي يطالب بالاعتذار، لكن دائما نقول ان اول شيء اللي نعزز به استقلالنا ونقدموه كخدمه وعرفان لشهدائنا الله يرحمهم وعرفان لمجاهدينا هو بناء الجزائر تكون قويه. ونجاهد يدير حمله جال هنايا دار شويه بالجاليه تاعو بعض الفرنسيين اللي مقيمين هنا، ومن خلال تقاربي للجزائر رسالة للجالية الجزائرية. على بالكم في فرنسا احنا عندنا بلك 400 ألف ولا 500 ألف ولا أكثر لمزدوجي الجنسية، الأجيال اللي زادت كلها في فرنسا، يعني يربح الود تاعهم من خلال كلمة هنا.